يقيمون المناورات الحربية البحرية مع الأمريكي والإسرائيلي، وآخرها المناورة التي قامت قبل أيام مشتركة ما بين الأمريكي والإسرائيلي والبحرين والإمارات، مناورة بحرية أتوا بأولئك الأعداء إلى بحارنا. هل يعني ذلك إلا احتلال؟ هل يعني ذلك إلا مساعي للإذلال؟ هل يعني ذلك إلا المساعي لتركيع هذا الشعب؟ من يقاتلوننا اليوم نراهم يسارعون في الولاء لليهود والنصارى، وآخرها ما أقدمت عليه إسرائيل من تعيين حاخام ليمثل الجالية اليهودية في السعودية. منذ متى كانت الجالية اليهودية تتواجد في بلاد الحرمين؟ ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قبل 1400 عام طردهم من جزيرة العرب وقاتلهم ووجه بقتالهم وبطردهم، ويأتي بني سعود ليعيدوهم. الله أكبر. الملك لله، الملك لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الملك لله، الملك لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الملك لله، الملك لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.